شاركت إحدى وحدات قوة دفاع البحرين في ختام فعاليات التمرين المشترك سيف العرب 2020 والذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجاءت مشاركة قواتنا في التمرين إلى جانب الأشقاء متناغمة في العمل العسكري، وتميزت بدقة كبيرة وكفاءة عالية في تنفيذ الواجبات والمهام في مختلف مراحل التمرين. وخلال التمرين نفذت عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام كافة الدول المشاركة، والتي أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية. وقد ظهرت مشاركة قواتنا في المرحلة الختامية مدى دقتها في إصابة الأهداف والقدرة العالية على المناورة من خلال العمل المشترك العسكري مع القوات العربية الشقيقة المشاركة في التمرين. وتعتبر مشاركة إحدى وحدات قوة دفاع البحرين في هذا التمرين ضمن المشاركات الخارجية المهمة والتي أثرت في فعاليات التمرين وأكسبتها الخبرة العسكرية والقيادية المقترنة بكيفية التعامل العسكري في ميادين وساحات القتال. ويعتبر تمرين سيف العرب من التمارين المشتركة التي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة القدرة القتالية وتوحيد المفاهيم بين القوات العربية المشاركة في التمرين، وفرصة لاختبار قدرات القوات المسلحة ومعرفة ما وصلت إليه من إمكانيات وحسن الأداء لهذه القوات، وتبادل الخبرات المشتركة ورفع مستوى الاستعداد القتالي والعسكري والتنسيق الدائم إداريا ولوجستيكا. الجدير بالذكر بأن هذا التمرين قد اشتمل على مشاركة عدد من قوات الدول العربية الشقيقة التابعة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان، والذي استمر التمرين لمدة أسبوعين بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بجمهورية مصر العربية.